اللغة العربية المرحلة الأولى لرياض الأطفال حرف الضاد. النهاردة معانا حرف قوي من حروف اللغة العربية وهو حرف الضاد. ض ض ضاد. يلا بينا نسمع مع بعض حكاية حرف الضاد. ضحى ض ض ضحى بنوتة جميلة تحب والدها وتفتخر به لأنه يعمل ضابطا. ض ض ضابطا. يحافظ على الوطن ويحمي البلاد. مش انت بس يا ضحى اللي فخورة بباباكي، كلنا فخورين بأي ضابط بيحمي أمن البلاد. شكرا لكل الضباط وشكرا لباباكي يا ضحى. يلا بينا نكتب مع بعض حرف الضاد. حرف الضاد لو نفتكر هنلاقي عنده أخ شبهه بالظبط أخدناه قبل كده وهو حرف الصاد. طيب هنكتبه إزاي؟ هنحط القلم بتاعنا على السطر ونطلع لفوق وكأننا هنرسم نصف دائرة، وبسرعة نفتكر وننزل على السطر، نمشي شوية 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 صغيرين ونطلع بسنة صغيرة لفوق، تنزل تاني تحت السطر، تلف 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 وتفتكر وبسرعة تطلع على السطر، وننساش أبدا النقطة. ده شكل حرف الضاد وهو منفصل. طب شكله بقى وهو متصل عامل ازاي؟ نفس الكلام، نحط القلم بتاعنا على السطر ونطلع لفوق شوية صغيرين وننزل تاني على السطر، نمشي شوية شوية وبعدين نطلع بالسنة الصغيرة بتاعتنا اللي مش ممكن أبدا ننساها، وحرف الضاد وهو متصل هيفرد إيده على السطر عشان يدي فرصة لأصحابه يمسكوا في إيده، وما ننساش النقطة بتاعة حرف الضاد. حرف الضاد بيرحب بأصحابنا الحركات اللي بتغير صوته من وقت للتاني على حسب الحركة اللي هنضيفها لحرف الضاد. الفتحة ضاد فتحة ضا، ضاد فتحة ضا ضابط، ضاد فتحة ضا ضبع. أهلا بالكسرة ضاد كسرة ضي، ضاد كسرة ضي ضرس. ولازم نحافظ دايما على نظافة أسناننا وضروسنا. ضاد كسرة ضي. ودلوقتي دورك يا ضمة، سمعينا صوت حرف الضاد معاكي ايه. ضاد ضمة ضو، ضاد ضمة ضو ضفدع، ضفدع. ضاد سكون ض، ضاد سكون ض. ولأن السكون دايما مش بتيجي في أول الكلمة ولازم يكون في حرف قبلها ماسكها في إيده، هتكون معانا ضاد سكون ض مضرب، ضاد سكون ض مضرب. وزي ما قلنا في حروف قبل كده إن في حروف كتير أصواتها بتشبه بعض، اتفقنا في البداية إن حرف الضاد من الحروف القوية، ضا ضي ضو ض. اللي بيشبهه من الحروف هو حرف الدال ولكنه من الحروف الضعيفة، دا دي دو ده. عايزاكوا تساعدوني إن احنا نختار الحرف الصحيح اللي بتبدأ بيه كل صورة من الصور اللي عندي. دراجة د د د، دراجة تبدأ بحرف الدال. ضفدع ض ضفدع تبدأ بحرف الضاد. ديك دي دال كسرة دي. دب دب دال ضمة دو. ضابط ض ض ضابط ضاد. ضرس ضرس تبدأ بحرف الضاد كسرة ضي ضرس. لازم نركز كويس ونميز بين أصوات الحروف. شكرا حرف الضاد.